بحث المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد عبد الله بيعشوت مع مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي أوجه التعاون المشترك بين السلطة المحلية بالمديرية والأجهزة الأمنية. أتى ذلك خلال زيارة قام بها العميد بيعشوت إلى الإدارة العامة لأمن وشرطة حضرموت الساحل. من جانبه رحب العميد المنهالي بالمدير العام لمديرية مدينة المكلا، مؤتمنا جهوده الجادة في الرفع من مستوى التعاون المشترك بين الجانبين. هذا وأعرب العميد بيعشوت عن استعداد السلطة المحلية بالمديرية العمل جانبا إلى جانب مع أجهزة الأمن للحفاظ على أمن وأمان مدينة المكلا بشكل خاص وحضرموت بشكل عام.